ويك عباد الله، وتوحشتكم البنات والله حتى توحشتكم وتوحشتكم بزاف بزاف، توحشت تعليقاتكم دعمكم كلشي داكشي. صباحكم مبروك، صباح السعاده والحداقه. شفتوا شنو وقع البنات؟ شفتوا شنو وقع؟ طردقات البنات هاد الصينيه مسكينه اختي، هزات علينا شي مشكل. البنات شكون اللي بحالي ملي كتهرس شي حاجه في الاواني ديال الدار، ولا المهم اي حاجه كتهرس ولا كتخسر، كترتاح وكتبرد وكتسرد. كنقول دات هزات العين ولا هزات الباس، لما كيفاش كيقول دات الباس. المهم البنات بالنسبه للاواني ديال الاكشن آه لا علاقه، يعني هي مزيونين كيبانوا ولكن ماشي صحاحين، يعني المزوق من برا شخبارك من الداخل اختي، ما كاينش بحال الصناعه التقليديه اختي، داكشي المغربي ما نعاودش. شوف الصينيه اختي التقليديه، شوف اختي هانتينا مشيت مع عليا الا جبتها البنات هذا الشيء كبير وداكشي، انا ولات داك البلاطو ديال البلاستيك داك القاصح هو اللي ولفته، واحد براد هو ولفته، عرفتي عندي براد اخرين ولكن هذا ولفته اختي، ما فيا ما يبقى فهمتوا ديك الشكري في العكري والتكلفات وداكشي، ما عنديش مع مزيان اختي الشعبيه والراحه. المهم البنات عدلت واحد الفطور دايزو الكلام، فطور عادي ولكن مهم دايزو الكلام. فهمتوني وبصحتكم اتاي. المهم البنات والله توحشتكم اليوم، نشارك معكم فيديو عفوي زويون. شكرا البنات كلشي اللي كيسولوا عليا هنا. البنات راه كنت كنقرا في الصباح، جابده هنايا كنقرا من بعد حش في الصباح، راه كتعرفوا ما كتصبحش ديك الشهيه يعني مع الفايقه، كتصبح الشهيه كنقولوا شويه نقراو. بالنسبه للبنات كيسقسوني واش باقا تقرا، هي الحبيبه ديالي باقا كنقرا. عدلت هنا البيض وعملت الجبن كيف ما كتشوفوا البنات، والبيض كيعجبني نخليه شويه خضيده ديك الفص ديالو الاصفر، لانه البنات كيبقى فيه واحد الانرجي والجهد. وهنا عملت السفوف كيف ما كتلاحظوا معايا، لان ماما كانت وصلتني على السفوف ضروري كنزلو يا اما في الميريندا ولا في الفطور ولا فيهم جوج، كيعجبها كيجي لذيذ. البنات اليوم عوالا عملت تحضيرات ديال العيد، لا من عنايه ولا من حداقه اختي، وغنشارك معكم كل شيء، ولكن عدلت واحد العصير. ها هو البنات العصير ديال لافوكا، البنات اللي كيحسوا بالعيا وبالتعب عليك بلافوكا ملي تبغي تعملي جهد، لافوكا بالكركاع اولا باللوز، صراحه كتعطيني انرجي مزيون بزاف. والبنات اللي كيسولوني فيفي واش عندك الغده نشطه، نعم البنات انا عندي الغده فيها الزهايمر، مره كتكون نشطه مره كتكون خميله، يعني مره كيكون فيها الخمول مره كيكون فيها النشاط، ولا جاني النشاط كنولي كنفيبري بحال فيا التريسينتي. الله العظيم البنات المهم هادشي اللي كاين، انا هادشي كامل لا يسوى شيء امام الشاي، والله البنات الشاي نحط كويزات ونبقى شرب 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 هضر، ولا شي واحد الصنعه خصني الا كنت كنتحدث نزل البراد ذاتي وانا كناكل وانا كنهضر. المهم هاد الاطلاله البنات كتعجبني، اللي ما غنبدل الديكور ولكن كيعجبني كنكون هنا جالسه وبغارطي هذا المنظر هذا الخضوره، رجع كيعجبني هذا المنظر هذا، ولكن الطبله هنا انا عندي كبيره كنقول فحال والو نبدلها. وبالنسبه لواحد البنت قالت لي في هاد الطبله اللي عندك راه تاع علاقه ما مزيونه زعما ماشي موديرن وداكشي، الحبيبه ديالي راه عندها استعمالات اخرى. راه ماشي الاستعمال ديالها غير الاكل، راه كنطلع فوق راه عاملاها سلوم وفيها المجوره كنخبع فيهم الحاجات هكذا، ملي كنكونوا كنقراو السيلويات الوليدات كيعملوها تبيرو حتى انا، يعني عندها ما كرهناش شي حاجه موديرن. وادعيوا معايا الله يسر والله يوفق الجميع الحبيبه ديالي في هاد العواشر المباركه وعواشركم مبروكه. المهم البنات انا غنعمل هنا، بغيتكم ضروري تعطوني رايكم، الدنيا راه باقا مرونه، لان يلاه نوضت البنات من الصباح قلت غنشعل الكاميرا وغندير فيديو مع البنات كما جاي ما كيف ما جا غادي نعملو، فهمتوني البنات والله سمحوا لي. البنات اللي كيقولوا لي فيفي كنتوحشو كيجيو كيقولوا لي فيفي وفين غابره، والله راه غير في الدنيا. والبنات اللي كيسولوني فيفي عند راه الاحوال ديال الزوج ديالك، البنات راه باقي لحد الان كينعس في الفوتوي، كينعس هنا، لان هنا ملي كينعس ملي كيجي ينوض كيدفع هاد الفوتوي هذا وكيهبط رجليه في الارض، الى نعس هكذا يعني مسطح كيتكوانسا كيجي واحد الحريق عجيب لدرجه كيعرق كله وكيصفر حتى دقمو كيصفر حتى كيبغي يموت. هنا البنات راه جريت هاد الماريو
وخملت من موراه. وصراحة الزوج ديالي مسحو كامل الله يعطيه الصحة، يعني المهم مسكين تيعاوني صراحة، الله يرزقو الصحة والعافية، كنتمنى له من كل قلبي. وفهاد العواشر الناس دعيو معاه، شكرا على الدعوات ديالكم. وديك القريبة راه هي اللي كتشوفها كيعمرها بالماء سخون وكيعملها على جنبه. هو البنات يمكن في ديك عرق النساء اللي هو صعيب، والبنات اللي كيعرفوا هذا المشكل هذا ما خلى معمل لي باري داك الشيء الصيني، كيعمل الترويض، كيعمل الرياضه، كيعمل الدواء، كنظن يقدر يكون سحر التمريض، والله اعلم. فهمتوني؟ الله اعلم. المهم البنات احنا كنحاولوا ان شاء الله، انا غادي نبدل هذاك الشيء، هذا البيت هذا كنقول في حلوه ونرجعوا ديال الوليدات. طابله كيف ما كتلاحظوا معايا هاي هنايا، راه كل مره كاين المتتبعين القدام والغاليين والوافيين كنموت عليهم، وحتى الجداد مرحبا بهم. الله يسهل عليكم ويسر امركم كاملين بكم، يا ربي تسمع دعوتي وتقبلها وتحقق جميع الدعوات اللي كندعى معاكم من القلب ومن الاعماق. المهم البنات غنبدل هذا الشيء، غنشونجيه تماما. اي هاي على نشانجي شانجمون كومبليتمون اختي كومبليتمون توتالمون. المهم البنات هانتوما غادي نبدل هذا الشيء هذا، ما كرهتش انا هذه كلها نطلقها صاله وحده ونزول عليا ديك ماريو. وهي بدات ساعه العمل البنات، ما كاين لك غير فرفر فرفراي وفرفيرو، عرفتوا انا زرت الفيديو. ولكن انا دابا بعد الايام البنات كنحس عندي الغده نشيطه، ما كنبقاش نقدر نجلس، راه واحد الحاله صعيبه ما نتمنات حتى شي وحده. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني في الغده وهضرين على الغده، البنات الغده نعسي ليها بكري وفيقي في الصباح، خاصك تمشي مع الناموس الكوني، يعني الحاجه اللي خرجت في الوقت كوليها، ما تاكليش الحاجه اللي قديمه. بزاف ديال النصائح دابا نصحهم لكم، انا طلعت باش نعليه لقيت راسي مركبهم مقلوبين، عاد رجعت وهبطت وجلست على الطابله. شفتوا قلت لكم الطابله راه عندها اختي عندها مهام ثانويه غير الاكل. المهم البنات كيف ما شفتوا عاد كنقلب فيهم. بالنسبه لهاد الرواقه البنات انا راه انا اللي مفصله ومخيطه ومعلقه ومركباه، اختي راه سبع صنايع والحمد لله رزق ما ضايع شي ما ضايع شي. شوفوا البنات ركبتو من القنت حتى القنطو شحال هادي، وكان رجع للراجل ديالي هاد شي دابا شي 5 سنين وقيله ولا 4 سنين ونص هذاك باش ركبت هذا. الزوج ديالي كان نيت فيه واحد الحريق نيت، ولكن كان كيجيه وكيمشي، ولكن كانش كيجي في الليل وفي النعاس. دابا صافي دابا زاد ولا ارخ يعني ولا صعيب، وكنتمنى ليه الشفاء العاجل. هنا البنات راه كله لصقته بوحدي شاده بيد، وكنحفر في الحيط ولصقته بيد من الفوق من القنت حتى القنت، وحتى الطبله ساعدتني الله يرزقها الصحه وطول العمر اختي طول معايا تنعطيها لشي حد يستافد منها ان شاء الله. راه باغا هادو البنات شريتهم من السوق اللي كيكون سوق الاثنين هنا في هولندا، البنات اللي بغاو. وقبل ما مشيتو شريتو حتى عبرت من الفوق حتى لتحت ومن القنت حتى القنت، وعاد خديتو وفصلتو خيطتو خيطتو البنات وانا واقفه في الماكينه وكنخيط. المهم البنات شوفوا، المهم انا بديت التحضيرات ما بديتش على بكري، راه يلا بديتها وبالحيويه وداكشي نوضو البنات نوضو خملو، وملي تعيا يرتاحي. شوفي خملي ولكن صحتك هي الاوليه، هذه هي اللي كيعمر الراجل ديالي بالماء طايبين وكيعملها على جنبه، نفعات واحد شويش. وعملت هذيك لي باري الصينيين اللي كيشكوهم في العصب، هنا راه جبرت اختي المشطه المغربيه وفرحت. دائما كتكوني تخملي كنجبر ديك الكويرات الصغيورين وديك هادي. ومشيت البنات كنت باغا نبدل هاد الفوتوي هذا، دابا نعمل لكم في الفيديو الاخر وتختاروا معايا الفوتوي اللي هذا راه باقي كيطلع وكيهبط الكتريك هكذا غير باليد، وزعما مزيون غير ملي يرجع كيرجع كينعس عليه الزوج ديالي رجع محفر، يعني بلاصه طالعه بلاصه هابطه، يعني مابقاش مريح في الجلسه، ماشي كامل غير واحد جهه. المهم البنات كيف ما شفتوا انا عملته هنايا في الاول في الجنب اخر وبدلته للجهه ديال التلفازه. المهم انا راه ما مرتاحاش كل مره فين كنعمل هذاك الشيء، والطابله عملتها في الوسط. غتشوفوا الزوج ديالي شنو قال لي عليا، هنا جاب لي الصخره. البنات انا دائما قولوا لي واش هذه صحيه ولا لا، كان نغسل الخضره بالملح انا ماشي بالخل، الخل تيفسدها تتخسر دغيا تفاح ولا هاد الشيء هذا كيخسر دغيا. الدجاجيه تقدر تغسليه بالخل وبالحامض. كنعمل الماء والملح مزيان وكنرقدهم وعاد كنعاود نغسلهم المره الاولى والمره الثانيه. هادو راني مرقداهم الفواكه في الماء والملح، وكذلك الدجاج في الماء والملح. وهادي وشويه ديال السيترون ولا مشات لي مبالي يا ربي، والزنجبيل زنجبيل بودره. المهم البنات دخلت الفلفله بوشكاير ولا والدبنجان دخلتهم الفران شويتهم، ما غنعملهمش البنات اليوم، انا غير كنشويهم وكنقطعهم وكندخلهم في الفريغو حتى كنبغي نعمل زعلوك اولا نديرهم مرافقين مع الشوا ولا شي حاجه عاد كنجبدهم. البنات تقدروا توجدوهم هكذا قبل العيد لانهم كيجيو مرافقين للشوا مزيونين. وهنا راه بنتي قدامي راني يد هنا ويد هنا كنقريها هنايا
كتعمل داكشي ديال الريكنن يعني المات كنقري فيها هنايا وكنقول ترايا نكمل معاها. المهم البنات ضروري البنات راه ما يمكنش راه اي ام راه لما نظمتيش الوقت ديالك ولا ما خليتيش واحد الوقيت لنفسك باش ديري العنايه ليك راه والله ما تعملي شي حاجه. راه ضروري البنات سيرتم كتكون الانسانه ام البنات والبنات اللي باقي ما ولدوش وسعداتكم واستغلوا وقتكم. دابا حنا كنا باقي صغار كنقولوا ما عندناش الوقت كنت اففو وما عجبناش بزاف الحاجات. استغلي وقتك دوري تساري عيشي الحياه راه من بعد غتزوجوا غيولي وليدات وداكشي بزاف الحاجات اللي ما تقدريش تعمليهم فهمتوني. وقتك كيولي عامر وقتك كيولي عامر دابا عتاني ببشرتك عتاني بوجهك فهمتي باش تلقاي راسك من القدام. تساري قراي دابا انا ام والاطفال وبقى كنقرا القرايه مهمه وبغيت نقول لكم البنات اللي نجحوا الله يوفقهم ومبروك ليكم والبنات اللي ما نجحوش راه ماشي اخر الدنيا راه بزاف اللي نجحوا وفي الحياه ديالهم وما عمرهم قراو. شوفي انا كنشجع على القرايه ولكن الا سقطتي راه ماشي نهايه الدنيا والله ما نهايه العالم. المهم هي اجتهدتي المهم اجتهدتي وعملتي جهدك وربي كبير غير يكون عندك امل وتفاؤل وغتزيدي ان شاء الله القدام. المهم البنات هنا عملت البصل والثوم والربيع وليقامه كامله التوابل كامله شحرتهم مع الجداد من بعد ما نشف تغسلتهم مزيان ونشف اسديت عليه حتى تقلى ديك الجداد وشرب لي ديك الشرموله عاد ضفت ليه الجزر مقطع والكوسه اللي هي القرعه خضراء وسديت عليهم على نار مهيله. شوفوا الغلط اللي عملت فتحت الكوكوط والصفاره كاينه غير حفظني الله ما كانت اختي طرطق لي الله يحفظ مع الله يسرقوا لي تهرست الصينيه في الاول والطرطق هذه وتكمل بها. انا قلت لكم ان الا طرطقت شي حاجه كنقول هزت الباس ها الباس اللي هزاته قدامكم البنات يعني سبحان الله الا طرطقت لي شي حاجه في القشوع ولا ما كنزعلش عليها واخا تكون كما كانت كنقول هزت الباس. شوفوا فتحت الكوكوط وهي باقه كدور صفاره. قولوا لي البنات واش حتى نتوما كاملين بكم واش حتى نتوما لتهرست شي حاجه ما كتزعلوش عليها ولا اول مره كتسمعوا هذه المعلومه. المهم كيف ما لاحظتوا البنات ديك الجزر وديك شي سديت عليه على نار مهيله ما ضفت لا ما لا والو من بعد كنستفهم وكنكمل لهم الطياب في الطاجين كتجي الطريقه لذيذه لذيذه بزاف. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الصبين نشف هذوك اللي كنغطي بهم الفوطوي وهذا الرواق هذا نفس الرواق اللي علقته غير هذا في جهه اخرى اللي قلت لكم عن الصباغ هادو دابا نشفو غادي نعملهم وغرفت الوليدات باش نمشي غادي نوكلهم ان شاء الله هما الاولين غنبدا بيهم باش كناكل على الخطر ديالي عرفتوا الماكله مع الوليدات ما نعاودش لكم. اليوم النهار مزيون ومشمش وكيساعدني في التخميل لان انا هنايا صراحه الصيف في هولندا داز مزيون ودابا دزت كنجمع هاد الدجاج من بعد ما تغسل مزيان ونشف دابا غادي نعملو في البلاستيك ديال الفريزر وغندخلو الثلاجه المجمد. عرفتوا البنات ولو كان تعرفوا السر وسحر التنظيم وخاصه تنظيم الوقت كيعطيك واحد الراحه اللي كتجلى في نفسك وكذلك في الحياه ديالك. شوفوا انا وكلت الوليدات قبل البنات كما قلت لكم ورايا نعس وهي في دق موجة لعب الكره عيا جا عرفتو تلاح تغدى تلاح نوضتو كنوكلو هو ناعس كنعطيه عرفتو ما كياكلش الجهده الجزر ما كياكلوش اللي كنعطيها له كياكلها اللي كنعطيها له ملي فاق وقلتها له عرفتي كره راسو قال لي ناي لا ما تبغيش ناكل ديك الشيء كلا لي كاع ديك الشيء اللي ما كيبغيش ياكلو وكلتو له لدرجه نعس وشدق في ذقمو انا ما شفتوش دابا عاد كنرد له البال. المهم البنات كنعيا كيف ما كتشوفوا معايا صراحه. المهم هادو هما الامهات البنات انا شاركت معكم لقطات عفويه ديال اليوم ديالي كيف ما كتشوفوا ومبروك عواشركم المره الثانيه كنقولها لكم والمره المليون والله يرزقكم ما كتمنوا في حياتكم. يا بلا قال لي بدلتي الديكور كنا حدا الخضوريه وحده المنظر مزيون وجبتينا هنا في الوسط واحد يبدل بابا عمران انا ما وكلتكم ماما انتم الاولين باش ناكل على خاطري بنين ايوا بصحتكم عمران شوشو نوض شو علي علي شويه باش راسي يبدا يبان راسي ما كيبانش عندك تتقرب منه كما قرع برا وي قرعي هذا والشعر والشعر عندي والله الا ناض لك الشعر بس كما قرع لا لا ما عندك راه هي من البعد ما كيبانش عندك الشعر الشعر راسه كله نايض شعر ياك ماما يا راه والله دابا الى نقدر حتى نضفرو لا حسيت غير باش ضفرو غير تبع الطريقه اللي قلت لك والله حتى غادي يولي عندك الشعر راك وعدتيني قلتي لي ديك الساعه نعطيك باش تغزره
دابا الزراعه الطبيعيه ما تنساش. زينه واه كاين راه كاينو. المهم داكشي اللي كنتي غتزرع بيه الشعر عطيه ليا. شدوه ونحسوا بيه فهمتي كم شعر. المهم البنات انا شاركت معاكم شويه ديال اللقطات الطبيعيه والشعبيه ديال. ودابا الحبايب ديالي غادي ندوزو للعنايه ان شاء الله بالشعر ديالنا. عرفتوا البنات هاد الوصفه هادي قسما بالله وربي شهاد على الكلام ديالي غادي تتبعيها تعطيك نتائج رهيبه وكلشي غيسولك على شعرك. تبعيها كترطب كتقوي كطول الشعر كتملأ الفراغات وبسرعه. البنات بزاف اللي سولوني في فيش كتعمل شعرك البنات اللوين شحال هادي وبدا كيرجع. البنات تبعوها كتقوي الشعر غزاله. وخاصه نستغلوا الوقت دابا الصيف كتعملوا هاد البخاخات على شعركم. المحاليل الوصفات اللي كنشارك معكم كاملين في القناه راه هي واعره راه هي واعره واعره واعره. الا قلت لكم على شي وصفه راه هي واعره راه كنعني اش كنقول البنات راه الطوب دو الطوب والفرع د الفروعي وغتفرع لك جميع المشاكل ديال الشعر وتقضي عليهم تماما. ماشي البنات تبعوا هادشي اللي كنقول لكم ماشي حتى يطوال شعرك ترويقه وتقولوا لي في فيش كتعمل. راه اللي كنعمل كنشاركوا معاكم بعد شويه على السوشوار واستغلوا الفرصه ديال الصيف السخانه كاينه غادي تعملي هاد البخاخ واخا غادي يقطر عليك واخا هادي بروده كنعكزوا شويه. البنات راه كتقوي لك حتى البيبي هير اللي هي الخلفه وكتقوي لك الفراغات اللي في امام الراس كيعطينا داك الصلع الامامي او الصلع النسائي حتى هي غتهني منه تماما. كتاخر ظهور الشيخ الشيب اولي على الشيخ ما نقول علامه الشيخ واخا زعما الناس فهمتوني لسان اختي في عظام الحمد لله ما قلتش شي روينه ولا شي عجب. المهم البنات وما تكونوش البنات مسيميمات شاركوا الوصفه مع البنات. عارفه البنات بزاف اللي كيشاركي وكيشاركوا الوصفات وكيبارطاجيو وكيبغوا الخير للغير. راه والله في هاد العواشر ربي اي حاجه كنعملوها ربي كيشوفها لينا وكتكتب ميزان الحسنات. كثروا اللايكات ديروا على اكسبلور ديروا شي حاجه نقزوا فرفروا ديروا شي مجهود. المهم اختي انا اللي عليا عملته دابا هادشي ما عليكم الا تتبعوه ودعواتكم البنات دعواتكم الحبايب ديال. المهم انا ماشيه دابا غادي نجيب الوصفه من الثلاجه. عملت البنات تعملوا هذه الوصفه عملوها في الثلاجه حتى تبرد لان ملي كتبرد وكتنزلي على وجهك بارد كتحفز لك الدوره الدمويه ودغيه هذه المكونات كتعطيك نتائج سريعه. انا عزيز عليا البنات الشنطن انا كيعجبني الماسك نعمله من اول مره يعطيني واحد النتيجه الا ما عطانيش كنتازم ما كيعجبنيش الحال كيخصني يعطيني واحد نشوف واحد اللمعه نشوف واحد الرطوبيه نشوف كاين واحد ديفيران واحد الاختلاف. المهم البنات هنا الملك ديالنا ديال اليوم وهو عرفتو لافندر عرفتو البنات الخزامه واعره وغزاله للشعر للبشره هي غتكون لاباز ديالنا ديال اليوم. غير جوج دراهم ديال الخزامه غتبقى عندك غادي ترجعك ملكه الجمال غادي تزياني من ديك الشرفي على البنات غترجعي كتشعلي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا غنعمل هنا جوج ديال الملعقات ديال الخزامه اللي هي اللافندر كيف ما كتشوفوا معايا راه موجوده عند العطار ولا كاين اللي كيقولوا العشاب. غنضيفوا عليهم جوج ديال الكؤوس ديال الماء ونوضعهم على نار متوسطه مع المكون السحري اللي لا ما كيخطانيش. انا مشيت البنات النبيره باش نجبدو كيف ما كتشوفوا معايا راه لابسه ديك البيجامه المهويه لان متغدينا اختي خديت واحد لاسيست ونعس وانا كيعجبني نعس مهويه وشي حاجه تكون واسعه. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هذا القشور ديال البصل. البنات اللي شعرهم من الفواتح يعني شقروات الشعر ديالهم مفتوح اشقر يعملوا قشور البصل ابيض. البنات اللي شعرهم داكن اللون البني البني كالثنائي داك الالوان كامله الاسود يعملوا هاد الحمراء لان الحمراء البنات عندها حجاد اكثر مزيونه بزاف. ولكن البنات اللي شعرهم مفتوح اللون ديالو وبغاو يستافدوا ويعملوا هذه الوصفه يعملوا القشور ديال البصله بيضاء لان هذه كتخلي اللون كي البنات البصله القشور ديال البصله كيرطبوا الشعر كيقويوا لينا فروه الراس كيقونا البصيلات الشعر كيقويوها وكتمسك لينا بديك الشعره وما كتخليهاش يطيح. وكذلك بالنسبه لهذا اللي هو اللافندر الخزامه كتعطينا واحد الترطيب عالي كتعالج لنا البكتيريا اللي في فروه الراس اللي كطيح لينا الشعر كتعالج لك جميع المشاكل وكترطب الشعر غزاله بزاف. هذه الوصفه هذه تبعوها غتعملها تبخيها على شعرك مره في اليوم او جوج مرات في الاسبوع وتخليها لداي انك تغسليها. انا راه تغسلت شعري وخديت الدوش ديالي ومشيت نعس نط عملته على الشعر ديالي كبخاخه البنات صافي والغد لي خرجت وديك الشيء راه شاركت مع البنات ستوريات شعري كيبان بحال اللي معدل من القدام وانا ما عامله لا سوشوار لا والو. تخليها غير تبدا كتطبخ طفي عليها وتخليها تدفى شفتوا ديك القشور ديال البصله كتخرج واحد اللون ديك اللون مع الاستمرار كيقدر يصبغ لينا الشيب وكتاخر هذه الوصفه ظهور الشيب يعني غتاخر لك ظهور الشيب.
داكشي اللي غيبقى ما غاديش نسيبو، ما غنضيعو حتى شي حاجه، غنضيفو له كذلك جوج كيسان ديال الماء معمرين، الماء عادي، وغنخليوه ليله كامله حتى يرخي لنا ديك المكونات. من بعد نصفيهم ونوضعهم في الثلاجه للاستعمال ملي تسالى لينا هذا البخاخ، ملي رشوا على شعرنا ويبقى لينا نرجعوه للثلاجه، لان دابا الوقت ساخن وحار، الجو حار يعني سخون، كيفسد لينا هاد المكونات، ما كتبقاش محافظه على الفعاليه ديالها. فهمتوني يا البنات؟ المهم بالنسبه قلت لكم راه غنشارك معكم الثلاجه البنات شريتها بالمجوره مزيونه، دابا نشاركها معكم حيت وعدتكم بها. هنا مشيت جبت البنات هنايا المحلول ديال الرز. انا الرز دائما ملي كنبغي نعمل يعني الماكله نطيب الرز كنشبر، كنغسل الرز مزيان الغسله الاولى كنحيدها، وكنقعد 3 ديال الساعات، وكنعاود نحكو مزيان بيدي حتى كيخرج ليا ديك النشا، وكنصفيه وكنعملو في الثلاجه على شكل مكعبات، كنبقى نضيفهم في الوصفات. يعني هنا ضيفيه ولا ما ضيفيش ماشي مشكل، تقدري تطحني ملعقه ديال الرز وتضيفيها مع هذا المحلول وتخليها حتى تطلق وتصفيه. فهمتوا البنات؟ المهم دابا هذا هو اللي عملته في البخاخ ورشيته على الشعور ديالي، راه كيرطب داوموا عليه. وكثير شي الى مثلا تقدروا ديروا بخاخ وتدوروا الباتشا غيخرج الشعر ديالكم واعر ورطب بحال اللي عامله بروتين ولا كيراتين وكيعالج الشعر. دابا غندوزوا للوجه البنات. العنايه ديال البشره اللي عملتها اليوم كيف ما شفتوا في الاول في الفطور شاركت معكم عده لافوكا، عرفتوا بديت كنقشر، هذه كانت بديت كنقشر فيه وانا نقول لا 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 غنخليها نعمل وصفه لوجهي ديالي كولاجين وبوتوكس في نفس الوقت، كياخر لك علامات الشيخوخه، كيوحد لك لون البشره وكيعطي قوه للبشره. المهم هنايا ضفت طحنت واحد الملعقه ديال لافندر اللي هو الخزامه، من بعد ضفت عليه نص ديال لافوكادو حتى هي طحنتها، من الاحسن معكوها مزيان بالفرشات عاد طحنوا عاد ضيفوها باش طحنوها، واحد الملعقه ديال ماء الورد. الا ما طحلكش مزيان ما جاكش جاك خاطر بزاف ضيفي شويه ديال الماء وطحنيه مزيان حتى يعطيك هذا القوام هذا اللي غتشوفي معايا. من بعد وضعي على الوجه ديالك على العنق ديالك، راه كياخر علامات الشيخوخه وكيزول التجاعيد وكيصفي البشره وكيعطيها واحد المناعه اللي قويه، كتحارب لك ضربات الشمس، كتحارب لك السموريه، كتحارب لك البقع والكلف. غزال البنات، وضعوا على وجهكم من ربع ساعه حتى لثلث ساعه وغسلوه، عملوه مره في الليل جوج مرات ثلاثه في الاسبوع، وما تنساوش مدعواتكم. المهم الحبايب ديالي وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. البارحه البنات خرجت انا وسيمو واحد الخرجه اللي هي واعره وبارطاجيت مع البنات في الانستغرام، ودابا كنمونطي في الفيديو. قلت علاش ما شاركش معكم هاد اللقطات، هادشي جاي عندي ديك البقره عرفتي وخفت، قلت عندك تكون من ورايا وتعضني. المهم البنات الجو عرفتوا كيفاش عامل رائع رائع، شوفوا الانستغرام راه غير 24 ساعه وكيحيدوا ستوريات. وعملت لهم كذلك وصفه للبشره لانني تشمشت النهار كامل وانا كنتشمش، وعملت لهم وصفه اللي ما كتخليش الوجه ديالك يتطبع بالشمس اولا يسمارك اولا يتحرق لك، واعره وكتزول حتى التجاعيد، واعره واعره البنات. يلا مشيو دابا 24 ساعه كتزول، راه البارح بارطاجيتها. يلا الحبايب ديالي نتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله، خليت لكم الراحه، موح عليكم.